في ظل الإجراءات المشددة التي أعلنت حكومة الكاظمي تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا، تسود مخاوف من انهيار النظام الصحي في العراق بسبب بنيته التحتية شبه المعدومة بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار. وزارة الصحة أعلنت تسجيل انتشار واسع للسلالة الجديدة من الفيروس، مبينة أن أكثر من 50% من الإصابات المسجلة في البلاد كانت بهذه السلالة، بينها إصابات لأطفال وشبان، لكن الخطورة لم تعد تقتصر على الواقع الصحي لتتعداه إلى الواقع المعيشي للمواطن في ظل إجراءات الغلق التي فرضتها الحكومة دون تهيئة البدائل، لا سيما للطبقات الفقيرة التي تضاعفت معاناتها نتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار. يعني ما أعرف القرارات اللي تطلع من الحكومة هي كلها قرارات خاطئة وغير مدروسة. يعني حضرت جوال على رأسي، بس أنتوا لازم أول شيء تهيئون، يعني المواطن لازم إذا قعدتوا بالبيت منين ياكل منين يشرب؟ الإنسان إذا عنده 5 أولاد أو 10 أولاد شلون يعيش؟ والله سيدي شوف، هو بدون حظر تجوال السوق فارغ، يعني هاي العالم الفقرة شلون تعيش؟ ناس حماميل، ناس فقرة، ناس على باب الله، أصحاب بسطيات، أسواق شعبية، شلون راح تعيش؟ بدون حظر تجوال هسه كل شيء ماكو. وأثار قرار السلطات في العراق فرض حظر صحي جديد امتعاض وغضب قطاعات شعبية واسعة، وعده البعض سعيا من السلطات إلى الهروب بدلا من مواجهة الأزمة الصحية بطريقة لا تضر بمصالح شرائح واسعة من العراقيين. احنا للتاكسيات يأثر علينا الحظر التجوال، لأن احنا قوتنا يومي مرتبطين بسلف وإيجارات ومدارس، وتعرف هاي الظروف، ويعني والشغل تعبان. يعني احنا مجرد واحد يطلع العلاقه ومصرف جهاله، يعني اذا انا قاعدني بالبيت لا راتب لا فشي، منين اصرف ومنين اكل ومنين اجيب لعائلتي؟ يعني جاي يجبرنا على شيء يعني يخلينا انحرف ونطلع من الطريق، يعني يقول لك بوق روح سوي، روح يشجعك على غير شيء. يعني عيشه يوميه، يعني لوين نروح؟ انا سايق يومي 10 آلاف، يعني وين نروح؟ يعني دمرنا لا سد مشارع انا اقعد منين طيني. فشل مركب وتخبط في التعامل مع الازمات التي تحيط بالعراقيين من كل جانب. حكومه الكاظمي تواصل سياسه مواجهه المشاكل باختلاق مشاكل اخرى تضيف عبئا جديدا على كاهل المواطن الذي ارهقته سنوات الفساد وسوء الاداره.